السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم فيديو جديد ان شاء الله على حسب الطلب ديال البنات عندي في القناة. طلبوني ندير لهم فيديو اليوم بالتفاصيل المملة، بحالاش كنحيد الزغب من الجسم وبحالاش كنتهنى من الجلد الميت من الجسم ديالي، وكيفاش كنخلي الجسم ديالي رطب بزاف. وغادي نشارك معكم نبتة السعد اللي كتعطل نمو الشعر في الجسم بحالاش بقاو حتى لاخر فيديو. اول حاجة البنات قبل ما نبداو، واول حاجة هي خصنا تقشير الجسم. في هذه المرحلة هذه ضروري نقشرو الجسم ديالنا يومين قبل باش نجهزو البشرة ديالنا، باش الزغب اللي كاين واحل تحت من الجلدة يخرج. انا هاد المقشر ديال الجسم كنديرو نهار قبل عاد باش كندير ديبيلاسيون. بالنسبه للناس اللي غيشوفوني درت كلشي هاد الخطوات في نفس النهار، حيت هذا فيديو وانا بغيت غير نوري لكم الطريقه الصحيحه لنزع الشعر من الجسم. اول حاجه البنات غادي نحتاجو هاد المكونات ديال تقشير القهوة. القهوة كما كنعرفو زوينة بزاف للبشرة، كتكون من الريحة ديالها من كتشميها كتحسي راسك ريلاخادة ولا مسترخية. وهاد القهوة هادي شنو كدير، هي كتحيد الجلد الميت وكتحيد حتى الخطوط البيضاء ولا الخطوط الحمراء اللي عندنا في الجسم ديالنا. انا في هذا الفيديو وريت لكم فقط نزع الشعر من اليدين. تقدروا تنزعوا الشعر وديروا المقشر في جميع البلايص في الجسم ديالكم. في الفيديو غادي نوري لكم فقط اليدين. الناس اللي باغيين يحيدوا الزغب في الرجلين ديالهم يقدروا يستعملوا كاع هاد التروكوس ولا الطرق هادو اللي في الفيديو. والمكون الثاني هنا اختاريت زيت الزيتون، لان زيت الزيتون مغذية ومرطبة بشكل طبيعي. زيت الزيتون اقوى مرطب يعني، وموجود في جميع البيوت المغربية. هنا البنات المرطب باش الناس اللي عندهم بشرة ديالهم جافة اكثر واكثر يقدروا يديروا فيتامين او. هنا البنات فيتامين او، الناس بزاف كيسولوني كيقول لي اش من نوع ديال فيتامين او. كما كنعرفوا فيتامين او فيه جوج انواع، كاين او و ا مخلط او مع ا، وكاين هاد او اللي غير فيتامين او بوحدو. راح حطيت لكم البنات الباكيتي ديالو ولا العلبه باش تقدروا تشروه من الصيدليه. كما كتشوفوا البنات هنا من بعد من التقشير بقيت كنغسل اليدين ديالي. هنا البنات هاد في هاد المرحله هادي من بعد ما تغسلوا هاد القهوه هادي ضروري ديروا واحد الصابون اللي كيغسل مزيان دوك الزيوت المرطبه اللي درنا، حيت فاش غادي نديروا المرحله ديال ازاله الشعر من الجسم خاص ضروري يتحيدوا لنا الدهون والزيوت من اليدين ديالنا باش يسهل علينا نحيدوا الزغب. اليد ديالي قبل نزع الشعر من الجسم كما كتشوفوا البنات هنا الزغب كيبان خفيف ورقيق، حيت انا قتلته بكثرت ما كندير النبتة اللي غادي نشارك معكم بعد ازالة الشعر. كما كتعرفوا البنات هنايا اللي بغيت ننصحكم نعطيكم واحد النصيحه، الا ما بغيتوش الزغب ينوض لكم قوي في الجسم ديالكم ضروري البنات تستعملوا طريقه نزع الشعر من الجسم بالالات ولا بالحلاوه ولا
ولا سيرة. المهم البنات كما كتشوفوا هنا، كتشوفوا الزغب ديالي ولا رقيق ولا ضعيف، وكل شهر كينوض مرة في جهة كتكون ما فيهش الزغب، ومرة جهة كينوض الزغب ديالي خفيف. هداك الشيء على البنات كما كنعرفوا هذا الموضوع ديال الشعر، كيكون بزاف ديال الناس والعديد ديال العيالات كيكون عندنا مشكل. كنبغيو دائما الجسم ديالنا يبان، اللحم ديال الجسم ديالنا يبان، يعني كيبان زوين بزاف وما يبانش فيه العيوب وما يبانش فيه الحبوب بطبيعة الحال. المهم يا بنات الا تبعتوا هذه الطريقه هذه ان شاء الله مع مر يعني الزغب غادي يعاود ينبت لكم غليظ. وبالنسبه للناس اللي عندهم مشكل في الهرمونات، خاصكم ضروري تداويوا البنات الهرمونات ديالكم، وفاش يكون عندكم مزيان مزيانين الهرمونات ديالكم ديك الساعه غادي يفيد فيكم اي حاجه درتوها. مهم البنات كما كتشوفوا انا في الاول كان عندي زغب غليظ، باش ما يعني تشوفوا وتقولوا غير نسيت ما صورتو لكم من قبل. من بعد البنات كنت كندير هاد الوصفه هذه، وكنت كندير هاد الطريقه ونزع الزغب من الجسم، ما كنديروش لا بالكريمات وما كنديروش حتى شي حاجه، ضروري نديرو بالاله اللي غادي نشارك معكم البنات، غادي تشوفوها في اخر فيديو. واحد الاله اللي صراحه زوينه بزاف، خديتها ب 19 أورو ولا 190 درهم من امازون. هاد الاله هذه صراحه ساعدتني بزاف، وكما كتعرفوا انا البشره ديالي حساسه، واي حاجه كتزرق ليا اللحم ديالي واي حاجه كنحس بها. وما خليت ما درت، يعني خديت البنج يعني باش نقدر ما بقاش نحس بالحر ديال الالات، ولكن ما نفعش معايا. شريت اغلى بنج وشريت في ماركه عالميه اللي هي اسدين، وما نفعش معايا. حتى طحت في هذه الماكينه هذه اللي صراحه زوينه بزاف وما كتقصحش. بالنسبه للناس اللي كيتقصحوا بحالي راه هذه الاله هذه زوينه وما كتقصحش. وهذه هي الآلة من ماركة فيليبس، موجودة في كل مواقع، ولكن أنا خديتها في أمازون اللي وصلتني بعد من 4 أيام حتى للدار، وخديتها بثمن ديال 190 درهم ولا 19 أورو. هاد الآلة هذه أحسن آلة جربت في حياتي، أحسن آلة وثمن رخيص بزاف بزاف بزاف. وهاد الآلة هذه كتجي صغيرة وزوينة وخفيفة، وتقدري تديها معك في السفر. حتى الشارجور ديالها ولا الكارغادور ديالها كيجي خفيف، تقدري تجمعيه في واحد الساك ديالك. وعلى هذا الشكل هذا، يعني ما ماشي داك النوع اللي كيحر ولا داك النوع اللي كيقرص، كتحسي به كيقرص الجسم اكثر ما كينزه ولا كيحيد الشعر من الجسم. كما كتشوفوا هنايا البنات كيجيو فيه جوج درجات، الدرجه الاولى كيجي فيه يعني الصوت كيكون ولا كتحيد بشويه،
والدرجه الثانيه كيجي هنا يعني كتحيد بواحد كدور الاله كدور بواحد السرعه. هنا البنات خليت هذه الفقرة هذه ديال هذا الزيت هذه اللي صراحة كتستحق تجربوها. كما كتعرفوا الأغلبية ديال الحاجات اللي دائما كنوريكم في القناة ماشي غير كنجيو كنوريها، كنعطيها حقها حتى يعني كنجربها مدة عام مدة 6 شهور عاد باش كنشوف المفعول وكنجي نهضر لكم عليها. هاد الزيت هذه البنات خديتها في الصيف ديال 2019 فاش مشيت للمغرب، خديتها عند العطار ولا خديتها عند العشاب، وهو كتجي كي سميتها عشبة السعد. هاد العشبة ديال السعد البنات كاين بزاف ديال الناس كانوا كيقولوا لي واش كتعرفي الزيت ديال السعد. الناس اللي بغيت ننصحكم باللي راه هاد الزيت ديال السعد راه ماشي كتباع زيت، الا بغيتو مفعول قوي كتباع عشبة، خاصكم تمشيو لعند العطار ديالكم بالنسبة للناس اللي كيتفرجوا فيها في المغرب وقولوا لي يعطيكم عشبة السعد. فاش غادي تشدوا هاد العشبة البنات غادي تشدوا واحد الكمية ديال الزيت غادي ديروها في واحد القرعة اللي تكون اللون ديالها غامق بحال هاد القرعة اللي كتشوفوا، ما يكونش اللون ديالها فاتح باش ما يدخلها الضوء. غادي تخلطوها وغادي ديروها في ديك الزيت وغديروها في القرعة وغتخبيوها في واحد البلاصة اللي تكون مظلمة وباردة ما يشوفها لا ضوء لا شمس لمدة 15 يوم. من بعد غادي تبقاو تدهنوا هاد الزيت هادي. الناس اللي غادي يديروها غير واحد المرة وغيتسناو المفعول راه شي حاجة طبيعية، مع عمر ما كيعطيكم المفعول في أول مرة، خاصكم ضروري كل مرة فاش تكونوا كديروا ديبيلاسيون تبقاو ديروا الزيت يوميا، يعني يكون كل ليلة وتنوضوا الصباح وتغسلوا الجسم ديالكم كل ليلة لمدة شهر. من بعد البنات غتبقاو تاني ديروا ديبيلاسيون وتعاودوا ديروا تاني الزيت. هكا البنات غادي يولي لكم تدريجيا الزغب خفيف بزاف، وهانكم يعني خبيتو الفلوس وما خسرتوش الفلوس وما ضيعتوش الفلوس في الليزر. حيت البنات راه الليزر راه دارتو اختي وراه هضرت لكم عليه فواحد الفيديو خاص، الليزر راه ما كيدير حتى شي حاجه، خصوصا هما كيحيدوه لك بالكوتشيه ولا كيحيدوه لك بالموس. الزغب الا مشى حتى تحيد بالموس في الجسم غادي ينوض قوي. هما شنو كيديروا غير كيحرقوه لك من الفوق، ولكن تاني كيعاود ينوض كما هو بحال لما درتي حتى شي حاجه. هاد العشبه هادي البنات انا جربتها من 2019 وكندير منها وما بغيتش انا نقول لكم والو، وما بغيتش كاين الناس سولوني كيقولوا واش كتعرفي شي حاجه على زيت السعد، ما بغيتش نجاوب حتى شي وحده حتى جربتها وعطاتني مفعول 100%. الناس اللي ساكنين في اسبانيا يقدروا مثلا عندكم العائله ديالكم قولوها لهم ويصيفطوها لكم، ولا صيفطوها لكم مع شي واحد اللي كتعرفوا كيوصل لكم ولا كيدير لكم التوصيل، يعني كيجيب لكم حاجات من العائله ديالكم وراه سهله يعني باش غير سميتو. والثمن راه رخيص بزاف، الثمن ديالها في المغرب انا بحثت عليها من قبل يعني قبل كاع ما نعرف على هاد العشبه هادي، بحثت عليها وشفت بلي هي يعني كتساعد على ما كتنوضش الزغب وما كتنوضوش غليظ وكتنوضو خفيف حتى صافي كيطير بمره. من بعد البنات في اسبانيا دابا حاليا كنبحث، مازال ما تلاقيتش في اسبانيا، ان شاء الله فاش غادي نبحث عليها وغلقها بحال عشبه السيدر غادي نجي حتى نكون بارتي معكم الاسم ديالها.
وهنا البنات سال الفيديو ديال اليوم، نتمنى يعجبكم، ولا عجبكم ما تنسوش لي لايكات، وعافاكم بارطاجيو هذا الفيديو باش يستحق المشاهده، حيت هذا النوع ديال الفيديوهات كيديو ليا النهار كله ولا يومين باش غير ندير لكم المونتاج وندير لكم التصوير بهذه الطريقه هذه. وبسلامه، حتى الفيديو اخر ان شاء الله. بسلامه.